شكرا جزيلا. منور 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 منور، منورين يا جماعه، اسعدتوني، فرحتوني، رفعتوا من معنوياتي. يعني غالبا يعني ايه، انا عاوز اتوج كملك الراي في مصر، طبعا بعيدا عن الفرق، يعني مش الغنى اكيد مما لا شك فيه. محمد عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. راينا، ليه راينا باند؟ ليه راينا باند؟ احنا طبعا هي مبدئيا انا كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد بحضرتك وعيد سعيد. انا طبعا راينا باند هي كلمه راي يعني راي، يعني كلمه الراي ذات نفسها هي راي، فاحنا بنقول راينا، راينا احنا في الموسيقى. حلو. فابتدينا اللي احنا بنلعب كفرز وعشان ننتشر اسرع، واحنا الحمد لله يعني محترفين فيه، وكاد يكون احنا الوحيدين في مصر اللي بنعمل الشكل من الموسيقى ده، اللي هو من الموسيقى ده، ومحترفين فيه متميزين. طبعا الموسيقيين كلهم عاشقين للراي، طبعا الموسيقى لازم تكون لازم تكون عاشق للراي طبعا. صح. وبعد كده بنبتدي دلوقتي نعمل الاغاني الاوريجينالز بتاعتنا احنا، الحاننا وكلماتنا احنا، فبنجتهد يعني. يعني هتعملوا راي بتاعكم؟ مظبوط، ده مش هتغني كفر لحد ان شاء الله. ده في الطريق اللي احنا بنعمله دلوقتي حاليا. انا بكتب جزائري، بكتب مغربي على قد ما بقدر، بس بخلي حاجه اسمها اللغه الجزائري او المغربي البيضه، اللي هي تكون واضحه شويه للناس اللي بتفهمها، واضحه حبتين. مظبوط. والالحان طبعا الراي الحمد لله ربنا مديني موهبه بسيطه كده، بلحن الحمد لله رب العالمين. ومعانا برضو البند فيهم ناس شاطرين، نور برضو عبيد عنده بعض الالحان الجميله، فبنجتهد اللي احنا نطلع حاجه بتاعتنا، مجهود البند، عشان كده سميناها راينا احنا. راينا احنا. ايوه. طب ممكن بعد اذنك تعرفنا على اسماء الباند واحد واحد؟ اوكي. طبعا ابتدي بالقائد شريف سالم، بيز جيتار. شريف لسه لاعب حته كورد اصلا خلاني عملت كده، اللي هو يا نهار ابيض. طبعا شريف سالم هو المدرسه لموسيقى الراي، هو بيسمع موسيقى الراي يعني، كمان الموسيقى الشعب الراي الجزائري الشعبي. انت بقى بتسمع زهوانيه ورزقي وحسني وعقيل حقيقي. اصل انا قديم في موضوع الراي ده، ما اقولكش. لا واضح بسم الله ما شاء الله. ومعانا على الدرامز شيء طلع كده بودي عبد الله شريف بودي. ومعانا جيتار ليد، معانا نور عبيد ومعانا على الاورج ايمن رمضان. ايمن. ومعانا على دربوكه اللي هي الطبله اند بركشن، هو معاذ عسكر. معاذ، انا كنت مركز جدا يا معاذ معاك والله العظيم جدا، مش متصور. طب ده بالنسبه لي مهم قوي، مساله انه محدش هيعرف يعمل فعلا باند راي غير لو هو بيحب الراي حقيقي، لانها مش موسيقى سهله حقيقة. او ومش موسيقى ما فيهاش فلسفه يعني. صحيح. هي حاجه تانية خالص. صحيح. هي موسيقى الراي انا بشوفها دائما ان هي اسمها موسيقى الراي، هي قائمه على الموسيقى اكتر من الغنى واكتر من كل حاجه، فكلها متجانسه كده، الموسيقى بتجوف الغنى، بتجمل الغنى. صح. فموسيقى الراي هي ليها تاريخ، التاريخ الاندلسي و فهي ليها تاريخ، فلازم الانسان يكون متعمق قوي في التاريخ ده وفي الثقافه دي جواها قوي، وعاشق لكل ما هو في شمال افريقيا، لكل دول بلاد المغرب عاشق ليها، او روحه بتنتمي كده تلقائيا لهناك، لان احنا بنغني الثقافه بكل ما تحتويه من الثقافه، لبس، اكل، شرب، حياه، طبيعه البلاد دول المغرب الصحراويه. فلازم انا كفوكال ابقى فاهم الغنى بتاع الشمال افريقيا عامل ازاي. هو ليه علاقه بالجبال والصحراء. مظبوط. فازاي بيكون الصوت الاجش وبيطلع منه الغنى الجميل، فلذلك غنى الراي هو ماهوش سهل وفي نفس الوقت ماهوش صعب، بس لازم تكون عاشق ومحب للموسيقى دي عشان تقدر تقولها. دي ازاي منغمس جوه، غرقان جوه ثقافه الراي. دي حقيقه. انتوا بقالكم قد ايه؟ احنا بقالنا ما يقارب 6 سنين. حلو. احنا طبعا انا بغني من زمان خالص جدا، وكان اول باند عملته 2003 اسمه الكيت كات. اوكي. بلعب راي، انا نوبي اصلا من اسوان، بلعب الله يبارك عليك احسن ناس، بلعب سوداني وراي. حلو. وكان طبعا الباند الجميل ده كله كانوا اسمهم ترانزستور، بيلعبوا الموسيقى الخاصه بتاعتهم هم. عارف ترانزستور وعارف كيت كات. ايوه. مظبوط كده، فهم طبعا من زمان. فاحنا توقفنا، انا توقفت، لعبت مع باند تاني اسمه سحرة، وهم لعبوا كتير، لعبت معاهم فتره كويسه، وبعد كده هم لعبوا وتوقفوا، ففكروا كده ايه اللي ممكن نلعبه، طب احنا بنحب الراي، يلا نعمل راي، مين اللي يغنيه؟ هو هاتوا محمد بيومي. قعدوا يدوروا عليا كتير كده، كنت غطسان كده، جابوني الحمد لله، وابتدينا بذره المشروع بتاعنا الحمد لله بمنتهى الحب لموسيقى الراي، والحمد لله يعني اجمل حاجه بشوفها ان الجمهور بيصدقنا يعني، الجمهور الجزائري والجمهور المغربي بيبقى سعيد وفرحان، وده مهم جدا، ده الامتحان بتاعنا، اللي بيسمعك بيصدقك، اللي انت بتقدر تقول ده كويس جدا يعني. انا من الناس اللي ما بتعرفش تكتم افكارها يعني. انا لما اقعد افكر انا فعلا مش هزار، انا عارف ترانزستور كويس وعارف صحراء كويس وكيت كات. طيب سؤال بقى، انا ايه اللي يخليني اغامر بعد ما عملت ترانزستور؟ خلينا ان احنا كنا المرحله بتاعت من 2003 او من 2000 لحد 2011 صحيح. مساله الالترناتيف ميوزك او الاندر جراوند كانت لسه اسمها اندر جراوند، مظبوط حقيقي. بس مع بعد 2011 2012 خلاص ما بقتش اندر جراوند، بل بالعكس صحيح. انتشار شديد جدا ورائع وحلو ومفيد، مظبوط. طب انا ايه اللي يخليني اتنازل عن البراند ايكويتي دي؟ صحيح. يعني بعد ما عملت ترانزستور، طب ما انا اكمل ترانزستور، بعد ما اشتغلت انا عملت كيت كات وعملت واشتغلت مع صحراء، ما انا اكمل كده. ايه اللي يخليني ابدا فروم سكراتش من البدايه؟ صحيح. ان انا اشتغل على باند جديد ونعمل مزيكا راي. صحيح، ده سؤال جميل جدا وسهل جدا وصعب في نفس الوقت. هو احنا عملنا ده او القدر هو اللي جمعنا في ده رقم واحد. لكن ليه توقفت ترانزستور عن موسيقاها وليه توقفت كيت كات عن موسيقاها؟ هي حصل اختلافات في الفترة دي من 2003 حصل اختلافات كتير والامور بقت تجري بسرعة رهيبة جدا جدا، فحصل حتى اختلاف في السمع بتاع الموسيقى، اختلاف في الكلمة، اختلاف في اللحن، الريتم بدأ يبقى سريع جدا جدا. حصل لخبطة كمان في فترة ما بتاعت الثورة، توقفت صحيح. الحياة، ومن هنا اتغير لون كل حاجة ما قبل وما بعد. فكنت انت لازم الانسان يتطور، ازاي نقدر نتطور بالشكل اللي يخلينا نواكب ده. طيب احنا هنطلع لون موسيقى عامل ازاي؟ طب خلونا الاول، احنا بنعشق موسيقى الراي جدا جدا موسيقى صعبه، ولو عملناها كويس محدش هيعملها غيرنا في مصر. فالقدر جمعنا اللي احنا نعمل ده كويس جدا، تبقى نافذه بالنسبه لينا في مصر، اللي احنا نتشاف زي ما احنا جايين عند حضرتك كده، والناس كلها شفنا فوق راسنا طبعا، والناس تشوفنا، ومن هنا نبتدي تقدم الموسيقى بتاعتك زي ما قلنا، اللي هو الموسيقى الراي بتاعتك تبقى نافذه. الراي هو نافذه لينا ومشرفه طبعا لينا، بنعملها بكل الحب، ونبتدي نفرد او نحط الاغاني بتاعتنا الجديده اللي احنا كاتبينها بالحاننا، وده اللي احنا عملناه يعني. طب برضه لما في سؤال لازم يجي على ايه اللي يخليك تسيب الاغاني النوبي وهي لون صحيح ومتفرد صحيح ومطلوب وبيكبر؟ صحيح صحيح. انا كنت طبعا انا ببتدي غنى من سن صغير جدا، من 17 18 سنه. انت عندك كام سنه يا عم؟ انا عندي 42 سنه. عمال يقول لي 42 يقول لك شباب لسه بدري، لما تبقى قد هتعمل ايه؟ عايزين واحد يستخبى من هنا يعمل اي حاجه كده. فابتديت غنى احتراف في المناسبات بتاعتنا والافراح من سن 18 سنه وتوقفت سنه حوالي يعني 2008 كنت توقفت غناء السوداني عشان كنت بغني ده مع ده، عندي الباند بتاعي وعندي ده، فكان مرهق بالنسبه لي. توقفت على الغناء في الافراح والحفلات بتاعتنا. انا بشوف ان في كتير قوي شباب مجتهد كتير نوبي بدا بلا كتيمه وغيرهم بداوا يعملوا حاجات كتيره ناجحه جدا، فليه انافس انا في شيء اوريدي هم بيعملوه بشكل حلو؟ ايه اللي انا كراجل نوبي اقدر اعمل شيء مميز تاني وابقى مختلف عن الموجود، وانا قادر ان انا انفذ ده بكل سهوله. اغني الغنى السوداني والنوبي بتاعنا، وطبعا احنا معانا معاذ عسكر، والده الفنان صابر عسكر فنان عظيم طبعا، صاحب اغنيه الكون كله بيدور. فعندنا طبعا يعني عندنا خزين كبير اقدر اطلع بيه. لكن انا دائما قلنا انا بحب الصعب، انا بحب الصعب. ليه ليه ما اعملش الصعب قوي اللي يقدر يخليني متميز او منفرد عن غيري؟ هو عشان كده انا خدت ده. يعني عارف الحكايه فعلا تخلي الواحد يقعد يفكر بمنتهى العمق. اصل انت داخل في ملعب في لا دول مش عمالقه، عارف انت الالهه الاغريقيه، في آلهة إغريقية كده بتاعة الراي. طبعا في الناس اللي هي واصلة جدا زي إمامي وخالد ورشيد وفضال ومش عارف ايه، وفي الناس اللي هم معروفين قوي جوه الموسيقى دي تاريخيا زي ما كنا بنقول بقى، زهوانية ورزقي وحسني وهكذا. فانت داخل بقول لك ايه، انت سمعني حاجه على ما اقعد افكر انت عملت كده ليه؟ ده تحدي مذهل. هنسمع ايه طيب؟ زي ما حضرتك حبيت، في عبد القادر، في عايشه، في ديدي، في رايح ونمسافر، يا وهران روح يا وهران، كل اللي وهران وهران رحت خساره. واحنا في مصر عرفنا الراي من الشاب خالد، كانت سنه 92 دي، مظبوط انا فاكر مظبوط، سنه 48 سنه، اخوك عجوز والله. طب بصوا احنا ممكن احنا دخلنا بحاجه ابيض جدا، فاحنا ممكن نخش بوهره نهدى اوكي، وبعدين عشان حتى ما نرهقش انا هتعبك معايا. لا لا انا معاك، انا سعيد. دوسوا دوسوا انطلقوا فرحوني. اوكي نما 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 عارف اقول لك ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت متخيل انا بسمع راي من سنه 92 فانت حدفتني لورا كام سنه؟ الحمد لله. يا نهار ابيض، خد بالك. اقعد 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 يا راجل، اقعد. مش ممكن، ده انا حاسس ان انا بنهج، ده انا تعبت لك. اغنيه صعبه اصلا، بنت لذينه برضه. صعبه بس جميله صراحه، يعني الاغاني الجميله. يعني انت عارف انا بحس انها الاغنيه اللي تخليك تقعد تنتع. لازم تطلع من جوه، هي لازم تطلع من جوه حقيقي. مره زمان كنت في استوديو الرائع احمد الجبالي. طبعا. فاحمد ده بقى ايه؟ كينج اوف راي. طبعا مش متخيل. طبعا مش متخيل. يعني احمد ممكن يكون بيقعد يسمع راي مثلا 48 ساعه في ال 24 ساعه، ده بجد مش هزار. فقال لي انت بتسمع راي ليه؟ قلت له بحبه. قال لي انت فاهم حاجه؟ قلت له ولا كلمه، بس هو في حاجه في المزيكا دي سحر. فعلا فعلا. تلاقيها تحس انت اتلبست. فعلا فعلا. وتقعد بقى تتفاعل ومش عارف ايه، حاجه صعبه. فعلا فعلا. هي الموسيقى الراي فيها كده، فيها هارموني كده ما بين الموسيقى الاندلسيه القديمه وكانت باينه خالص فيها. والشرقي، الموسيقى الشرقيه والتداخل الغربي اللي دخل فيها، يعني حاجه كده فيها كده اختلاط جميل جميل. حتى اسمها موسيقى الراي، يعني حتى انت بتسمع الراي ليه، هي اسمها موسيقى الراي. الموسيقى بتخش جوه قوي كده، لذلك الاغنيه اكتر من ان هي صعبه في الغنى، هي محتاجه احساس، يتغنى باحساس قوي جدا عشان من جوه. يعني بحس لانه ده التعبير، يعني هي موسيقى اصلا للتعبير. طبعا. فهي بتعبر عن فرحه وعن حزن وعن غضب. مظبوط. طبعا 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 طبعا. فمذهله، وبتتكلم على تاريخ طبعا. يعني بيتكلم ازاي احنا واصحابنا كنا بنقعد مع الفن ونسمع الموسيقى بالناي والجلال الطبلة، يعني فبيشرح زمن الصداقة، يعني في الوقت ده زمن الصداقة. زمن الصداقة ده برضه زمن عزيز. بس انتوا أعمار متفاوتة. مظبوط مظبوط. أكبر حد مين؟ القائد. القائد شريف سالم. شريف هتلاقيه قدي مثلا. أنت كام سنة يا شريف؟ برضه ده احنا جيل محظوظ وتعيس في نفس الوقت. والله العظيم. يعني على ايامنا لو كان حد فينا قال يا هلعب رايه، الناس تقعد تبص له بتاع، انت فاكر نفسك الشاب واخدين كانوا يقولوا خالد دديه. يعني حاجه مؤلمه، يعني شيء صعب جدا. وان كان خالد راجل جميل ويحب يسمع الحاجات دي ويقعد يضحك ويقول لك وماله. لكن هسال بقى، وانتوا لقيتوا بعض ازاي؟ ما هي هو جم حضروا لي سنه 2003، كان في مهرجان كده اسمه سماحوس، فهم جم شافوني في المهرجان ده. كنت بلعب مع بالبند بتاعي اسمه الكيت كات، وفضل الحمد لله يعني حافظين بقى خلاص هو ده. فلما جم يعني كلنا كنا خلاص ما بنلعبش حاجه فتره. طب نعمل ايه؟ الكلام ده من حوالي 6 سنين. نعمل ايه؟ ايه رايكم نلعب موسيقى الراي؟ احنا بنلعب موسيقى الراي. طب مين يغني راي؟ هو بيومي. دور عليه، هاته. قعدوا يدوروا كتير لغايه ما الحمد لله بيومي هو اللي مظبوط. يا اما شرخنا يا اما بس شرخنا. يعني خليك انا بدون ذكر يعني اسماء، انا شفت لكم كمان فيديوهات قنوات دوليه عظيمه. الحمد لله الحمد لله. حاجات كده فقعدت بتفرج قلت ايه الله ايه ده. طب بعدين لما انت بتقول لي احنا كمان هنعمل الراي بتاعنا احنا اللي هنعمل له مزيكا طب دي حاجه تقلق انك هتعمل راي بيكتبوا مصريين وهيألف الموسيقى بتاعته مصريين. ده شيء مقلق، مش لأنه حد هيزعل، لكن المنافسة هنا في منتهى الشراسة. انت بتلعب في ملعب مش بتاعنا. مظبوط. هي دي بقى، يعني هي ده اللي هو ده التحدي الحقيقي، ان احنا يعني ازاي يعني مش هينفع ما نلعبش موسيقى راي في موسيقانا. ما ينفعش نقدم موسيقى بشراي، ما ينفعش نقدم كلمه ما هيش قريبه من شمال افريقيا. فازاي نقدر نعمل ده؟ فعلا هو فيها تحدي وفيها خوف، لكن انا دايما بغلب روح التحدي اكتر من الخوف عندي. وليه اصدقاء كتير في شمال افريقيا، ومنهم فنانين كتير جدا في المغرب وفي الجزائر كتير. فنانين كتير جدا، وببتدي اخد رايهم في الموسيقى، فبينبهروا اللي ممكن يكون يعني ده اللحن بتاعك انت اللي عامله، انت مصر، يعني انت سمعتهم الحاجه. بعمل لحن طبعا، ناس بثق فيها جدا جدا، اصدقائي فنانين وبيسمعوا فبيستغربوا ان ده ممكن يكون لحني. الكلام برضو يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين. ده جزء كامل. لا خلاص والله. فالحمد لله رب العالمين، يعني بلاقي وطبعا انا يعني بستشير دايما البند، لان هم موسيقيين من الدرجه الاولى، وبالذات الطارق شريف سالم لما باجي اسمعه حاجه وبينبهر بيها لان هو بيسميع سميع تقيل كمان يعني. لا خلي بالك مواليد 75 دول مش سهلين. 75 تحدي الا تقول لي 74 ولا 76 75 ده حقيقي. انت 75 يا شريف؟ انت اخر 74 ولا ايه؟ انت شهر كام؟ يا عم انت 49 يا عم. يا عم انت 49 يا عم. يا عم انت فاضل لك زلطه وتبقى 50 يا عم. انا لسه قدامي شويه. طب بصوا احنا هنكمل الكلام ونكمل غنى بس هنروح فاصل ونرجع نكمل الكلام. 49 يا شباب. 49 خليكم معانا. ايوه لف في عرقك يا رجل، لف في عرقك يا محمد. فقلت لي بقى انك انت قابلت اصحابك فنانين من شمال افريقيا وسمعتهم المزيكا قال لك بس دي حلوه. الحمد لله رب العالمين. انت كده خدت ختم الجوده. الحمد لله رب العالمين. فاضل بقى المواجهه الجماهيريه. دي ناوي ولا ايه؟ والله بتمنى طبعا، بتمنى يعني كل الامتنان من الله سبحانه وتعالى. انا فعليا اغني في شمال افريقيا بحيث ان احنا يعني هو كل اللي بيخش عندنا حتى بيشوف مصريين بيقدروا ان هي بيسمونا احنا المشارق، فصعب علينا احنا كدول المشارق اللي احنا نغني الغنى بتاعهم، لانهم لكنه صعبه جدا، بل ليهم وليهم كمان الامازيغيه، في غنى في امازيغي وفي لكنات، في كلمات مش لكنات، كلمات متغيره تماما. فانت دي صعبه على المشارق، فاللي انت بتجيد تغني بالكلمات وباللكنه وبالتكنيك وبالكميوزك طبعا وكمغني، فانتوا لا انتوا بتعملوا حاجه يعني الحمد لله رب العالمين ما حدش بيصدق. حتى الجماهير هنا بيجوا لنا جزائريين ما بيصدقوش كتير، يعني والله انت منين؟ مصري. لا منين؟ طب مش مغربي؟ لا والله. طب ولا تونسي؟ لا والله. ولا حاجه. لا فبيبقوا في حاله انبهار الحمد لله رب العالمين، وانا فخور بده ان انا مصري بستطيع ان انا يعني بخش داخل هذا العالم. صح. الحمد لله. انت عارف الحلو فين؟ اولا اي شعب في الدنيا لما بيبقى عنده موسيقى مرتبطه بيه هو وبتكوينه، يعني بيبقى عنده حاله غيره عليها. يعني انت مثلا تخيل انه حد من اخواتنا في تونس هيغني نوبي، فاحنا هنساله بيغني نوبي ليه؟ حقيقي ده بتاعنا يعني. حقيقي. فلما تغني بقى انت راي، فهنا بقى هتلاقي اخواننا في الجزائر وفي المغرب مصري وبيغني راي. لا تعالى نسمع نقيس. ولا يا عم معاذ نقيس، اوزنوه. بيحصل طبعا، وبيبقى الحكم شديد ساعتها، لان كله بيبقى قاعد يعني عارف بالتعبير ده، كله بيبقى قاعد جازز. صحيح. عايزين نسمع اما نشوف. صحيح. لذلك انا والله يعني طبعا الفرقه دي هم يعني اخواتي، احنا اخوات طبعا، هم شطار جدا وبيذاكروا تفاصيل تفاصيل تفاصيل، يعني مش حاجه، بيذاكروا تفاصيل التفاصيل وبيطلعوها بشكل منتهى الحب. وانا بقعد اذاكر الغنى، مش لو اغنيه جديده عليا بقعد اذاكرها بشكل يعني لا حد يتخيله، وبسمعها كذا مره وبطلع الكلمات ذات نفسها، وابتدي اسال اصدقائي لو في كلمه انا مش يعني صعب عليا، بس الحمد لله نادرا لما بيحصل كده يعني. والحمد لله طلع تفاصيل جدا جدا حتى في النطق بتاع الكلام، علشان اللي قاعد يستمع بيبقى مصدق ده جدا الحمد لله. لدرجه ان احنا الحمد لله من ضمن ما احنا الحمد لله بنلعب الموسيقى بشكل رائع، حد جزائريه هي راياويه يعني من عشاق الراي لحسني، قالت والله انتوا لو غنيتوا اغنيه اسمها انت سبابي واغنيه كذا تبقى انتوا يعني. فانا طبعا فهي كأن الحمد لله ان حد يجي يقول لك تغني الاغاني دي تبقى انت وصلت لحته كويسه. عملنا لها في الاسبوع، احنا عملنا اغنيه انت سبابي ونزلناها لها والحمد لله رب العالمين يعني، وعجبتها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طب بص، انا هسال كل واحد اول اغنيه زي يفتكر اول اغنيه راي سمعها، ومحدش يقول لي دي عشان احنا كلنا في مصر اول حاجه سمعناها دي شاب خالد كلنا. فانت تفتكر اول اغنيه غير دي؟ والله العظيم بكل صدق بكل كان في هي دي لان سبب واحد بس. انا والدي كان صارم جدا وشديد جدا، نام الساعه 7 وبتاع وحاله من ده عشان المدرسه، وكان في قناه بتيجي على ما اعتقد تي في سانك بتجيب كده حاجات كده بالليل. فانا نزلت والله كنت نايم، انا نزلت على صوت الايقاع بتاع اغنيه دي، ونزلت بقى وتخطيت كل الحدود وكل البروتوكولات بتاعت والدي، وهو كان بيقعد يسمع، فلما شافني كده بص لي كده، فاللي هو ما قدرش يتكلم يعني في الحاله. سمعت بقيت في حاله غير طبيعيه، قال لي خلاص، قلت له، قال لي اطلع نام. انا اكاد اكون ما نمتش. والله العظيم اكاد اكون ما نمتش لغايه ما رحت المدرسه، لقيت كله بيتكلم على الاغنيه. وبدات يعني من هنا بقى الراي بقى بالنسبه لي. لما طلعت انت كنت صغير، كان عندك 10 11 في الحدود دي. مظبوط. فهي بدايتها كان اغنيه دي، وبعد كده الالبوم بقى كله هو يعني كان بالنسبه لي عشق بقى خلاص. وبالمناسبه برضو، هل من الاغاني اللي انتوا عملتوها مخصوص بقى اللي هي بتاعه راينا باند دي ينفع نسمع منها حاجه ولا لازلنا؟ والله احنا عملناها وسجلناها بس لسه ما نزلناهاش. ماشي. مش هينفع. اوكي عشان نحافظ على الحقوق برضه، وبعدين ده شغل وبتعيش برضه فيهاش هزار. طب انا ينفع اطلب؟ طبعا. اتفضل. وانا ينفع مثلا نسمع ايه؟ نسمع عبد القادر. طبعا. عبد القادر طبعا. طبعا. انا هقوم معاكم عشان دي بالذات دي عايزه تنطيط. وانا هتخلى عن رصانه مشارف الخمسين. اوكي. لا ده عبد القادر كمان معانا. يا نهار. لا وغنيتها بوظ الاغنيه، مفيش داعي ادمر الفرقه، والفرقه بتكبر ما شاء الله. فانا هقف وراكم كده في الهداوه علشان ايه؟ افعل ما يحلو لي في هدوء. مش ممكن، مش عارف اقول لكم ايه، انتوا فرحتوني جدا، انا كنت بغني ورا انا مش فاهم اي حاجه بس كنت فرحان. يا نهار ابيض، ده مهم جدا، انا عليك ده مهم جدا، حلوه بشكل غير طبيعي. الحمد لله الحمد لله يا جماعه، الحمد لله بسطتك اهم حاجه. الحمد لله خرجت كام بطاقه، الحمد لله. هو كل امالي في ان انا ابقى بيرفورمر عملت صوره وقصد ان انا ابقى وراك عشان ما حدش يشوفني وبتاع. نروح نقعد هناك، والله القعده هنا حلوه اكيد، كده قعدتكم احلى. القعده مع حضرتك هي اللي جميله. تعالوا اوكي نروح بقى نقعد هناك ولا نقف هنا ولا نعمل ايه؟ انتوا رايكم ايه؟ تعالى نقعد. ماشي اوكي. يعني الحاكم بامر الله نديم قرر ان احنا هنقعد، فهنقعد. مش عارف اشكركم ازاي يا جماعه والله العظيم. ياه ده ايه العظمه دي؟ الله يبارك عليك. العظمه دي بعد التجربه اللي انا خضتها في الكواليس ورا كده، يعني في الظل. ايوه. هو الراي مرهق كده ليه؟ الراي فيه تفاصيل كتير جدا جدا، يعني الموسيقى دايما بتكون فانك، في يعني اختلاط بقى الموسيقى الفانك مع الدرابوكا الراي الجزائري، في كده بيحصل مزيج ما بينهم بيخلي الانسان غصب عنه يتفاعل. صح، غصب عنه. فما ينفعش راي يتغنى وحد قاعد كده، ما ينفعش، مش هينفع. حتى لو لاحظت حضرتك في الاغاني حتى الدراما شويه هتلاقينا زوجته وراها، هتلاقي نفسك لازم تتراقص. طبعا لازم تتراقص طبعا. فهي بس تتراقص بيبقى حزن شويه، فهي التفعيله بتاعت الموسيقى الفانك مع الدرابوكا الجزائري بتخليك دايما تبقى تتراقص. يعني انا بخلاف انه مش كل الناس هينفع تلعب وتغني راي او تخش جوه النوع ده او اللون ده من الموسيقى. مزبوط. انا اعتقد برضه هو مش اي صوت هينفع يغني راي. دي مهمه جدا بقى. يعني ممكن يبقى في صوت قوي جدا بس ما ينفعش راي. صحيح صحيح. انا يعني دي مهمه جدا في عشان الناس تبقى فاهمه ايه هو موضوع الراي. هو موضوع الراي اللي بيسمع الراي يبقى فاهم حاجه طبعا، سميع كبير لموسيقى الراي. زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه، هي لازم يكون فاهم الثقافه بتاعت البلاد، دول البلاد المغرب. هي ثقافه صحراويه، يعني احنا عندنا مثلا النوبه هي بتعتبر ثقافتنا على النيل والطمي والنهر. طبعا. فهي هتلاقي الصوت العذب، حتى النوبيين لما يغنوا عديلو هتلاقي الصوت عذب. صح. او السودان برضو بيبقى فيه كده صوت عذب، لكن لما نروح بقى ناحيه الصحراء بيبقى الصوت لازم يكون فيه اجش شويه، فهتلاقي دايما الاصوات حتى النسائيه هي بتبقى اصوات اجش، صوت قوي. يعني الراي لازم بيتغنى بصوت قوي. اما الصوت الثاني، الصوت اللي هو السوبرانو الامامي، بيبقى صوت رفيع اللي هو الصوت النسائي، طبقه مامي، او الاجش رشيد او شاب خالد او شاب حسني، ازاي فيها القوه، فيها الطبع الصحراوي اكتر. صح. فلذلك لازم الانسان اللي بيغني راي يكون اكتر ما صوته يكون حلو، لازم يكون فاهم الثقافه اللي الصوت ده بيخرج منها عامل ازاي. 100% عندك حق. ايه سر انه الراي هو اكتر موسيقى من الموسيقات اللي ظهرت في شمال افريقيا والشرق الاوسط انتشارا في العالم؟ لانها مش بس في اوروبا، الراي معروف كمان في امريكا الشماليه. انا فاكر كان في فيلم اسمه ذا فيفث إيلمنت بتاع بروس ويلس، وكان التراك بتاع الفيلم كان شيب خالد. مظبوط، ده حقيقه ده حقيقه. لان هي زي ما قلت لحضرتك، هي السر في التفعيله. التفعيله حضرتك لما تيجي تبص الموسيقى الراي، اللي طلعوا موسيقى الراي الشيوخ، الشيخه ريمتي والشيخه زهوانيه، طبعا حضرتك عارفهم. طبعا دول طبعا لما تيجي الاغنيه اتاخدت زي اغنيه مثلا انا وغزالي، انا وغزالي هي الله، انا وغزالي في جبان لقط النوار. الاغنيه هي اوريدي من غير حاجه على القديم بتاعها فيها تفعيله. انا وغزالي هي الله، انا وغزالي في جبان لقط النوار. طبعا لما الدول بلاد المغرب عامه قربهم من السواحل الاوروبيه كتير والهجره بتاعتهم كتير خلتهم يطوروا الموسيقى دي، فاتطورت بشكل كبير جدا. لأنه في مزيج ثقافة فرانكوفون من ناحية، ده حقيقة، وفي كمان مزيج بتاع اسبانيا والاندلس من ناحية المغرب. مظبوط. وشمال افريقيا بقى، يعني فهم عملوا خلطة مذهلة، تفعيلة بقت مذهلة جدا، خلتها بقت فريدة، راحت عليها الزمن، جه عليها الزمن، هي فريدة. كل اللي بيسمعها حتى حاليا، حتى كل اللي بيعملوا موسيقى مختلفة يعني فعليا بيبقوا من شمال افريقيا. 3/4 بيعملوا موسيقى مختلفة جدا على الودن وعلى البتاع، هو شمال افريقيا، لأن التفعيلة ذات نفسها تفعيلة استخدموها صح وعملوها بشكل حلو قوي وبصوت وطعم حلو قوي قوي كمان، وبقوا محترفين فيها سنين بيعملوها قوي قوي قوي. يعني انا كنت اشوف طبعا ما حضرتهاش انا بنفسي بس كنت اشوف الحفلات، يمكن تحديدا كانت بتاعه خالد وفضال ورشيد طبعًا طبعًا وهكذا الحفلات بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها في فرنسا دي طبعا شيء مخيف طبعا طبعا يعني حضور غير طبيعي طبعًا وهم كمان عندهم شخصيه على المسرح. ايوه مظبوط مظبوط مظبوط. ايه الجبروت ده؟ ده حقيقه ده حقيقه ده حقيقه ده حقيقه. وده بظنه برضو هو جزء من العوامل بتاعه نجاح فرق ومغنيين الراي، ان انت يبقى في عندك قدره للسيطره على الجماهير، انت تقيمهم وتقعدهم، تشقلبهم زي ما انا اتشقلبت ورا كده او تهديهم او تدمعهم الى اخره. دي حقيقه يعني حضرتك بتتكلم والله كلام فعلا بيمس قلبي، يعني دي حقيقه ليك فاهم الحدوته قوي. ودي حقيقه ان الفنان بتاع شمال افريقيا او اللي بيلعب الراي بشكل كده، وفي منهم كمان مش مشاهير كتير بيعملوا، هو اسمه ملك المسرح. لازم عنده عقيده اسمها يقول لك ملك المسرح، ملك صح. المسرح ان الطاقه بتاعته اللي بيعملها هي الطاقه بتاعت الجمهور. هي الفكره كلها ان ازاي يعني دي انا استشفتها منهم وتعلمتها منهم، انك انت ما ينفعش موسيقى الراي وانت بتغنيها تبقى قاعد كده مش مدي الطاقه بتاعت الاغنيه، لا ادي طاقه الاغنيه في كل رياكشن، في الاغنيه، في كل اس بيحصل، في كل تفصيله ما بتحصل انت بتحصل بتترجم مع الجمهور تحت. فلازم تبقى ملم بالفعل بالجمهور وطاقتك بتبقى متبادله من والى الجمهور. ودي حقيقه لذلك هم عندهم عقيده اسمها عقيده ملك المسرح. صح. يعني حتى لما يجي يقول لك يجي يشوفوني يقول لك بسم الله ما شاء الله انت والله ملك المسرح ملك المسرح. والله فالحمد لله رب العالمين. هي دي الحته اللي الواحد خدها، لذلك اللي بيجي يشوفني هنا في مصر بيقول لي بسم الله ما شاء الله انت شكلك حلو على المسرح، انت كاريزمتك جميله، انت عالمي. انا دي يعني اقتبستها بالفطره، كنت ببقى حابس نفسي زمان، حاسس ان انا في حاجه لازم اطلع اللي جوايا، ما ينفعش اغني وانا واقف بس كده. فلقيت نفسي في موسيقى الراي. بص انا لما شفت الفيديوهات بتاعتكم على اليوتيوب في الاول انا بقيت قاعد عمال بقاوم فكره ان انت مصري، انا مصر وقاعد عمال حتى اقول لكل ان كل ده مغربي اخره جزائري من الجنوب اخره، يعني يقول لي والله العظيم مصري. قلت لهم بقول ما استحاله يا جماعه. يقول لي ايه يا عم اسمه محمد، عمرك سمعت عن جزائري اسمه محمد بيومي؟ قلت لهم ايه المانع يعني عادي. ما او لا هم اليوم تسميات زي ما احنا بتبقى اسمائنا واضحه كده، محمد حسين وبتاع، هم اليوم اسماء. ايوه يا جماعه. قولي حتى بص على راي حد من زمان بس مش هقول اسمه، قال لي دايما تلاقيهم مثلا ايه رشيد، ايوه فضيل، أيوة طه، محمد بيومي لا. قلت لهم والمصحف لا يمكن. قلت بس لما يجي يساله قلت له كنت انت منين؟ قلت له من النوبه. يا سبحان الله. طب بصوا يعني انا خلصت الكلام وللاسف هو الفقره خلصت، بس انا بجد 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 والله العظيم أنا فرحان بوجودكم معانا النهارده فرحة لا توصف، وفخور بيك وفخر غير طبيعي، وعايز أشكركم بشكل شخصي إنكم اديتولي فرصة أقف وسطكم كده وأطلع الطاقة المكبوتة اللي جوايا من وأنا عندي 17 سنة تقريبا. ف شريف أنت أكبر مني بسنة ولازم تبقى فاهم ده كويس. فأنا عايز أشكركم جدا. أنا شخصيا هأكف عن الكلام المباح وعاوز أسيب المشاهدين معاكم. اختاروا أغنية أنتوا تكونوا كلكم فعلا بتحبوها بقى من قلبكم جدا قوي خالص، اختموا بيها الفقرة والحلقة وفرحوني اكتر واكتر. طب احنا طبعا سعداء اللي احنا كنا معاك كتير والله العظيم من قلبنا، والله العظيم السعاده لمستنا فعلا كلنا من جوانا. الله يخليك. فسعداء ربنا يخليك. وعشان كده ممكن احنا قلنا دي فالناس كلها برضو لمست اغنيه عايشه. فالناس عايشه. طبعا. يلا بينا بقى. يلا بينا. خلونا نكوتيه على قد ما نقدر. La 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 la.